يلا تشيز. كيف تلقى أبطال أغنية الغراب خبر ترشح الفيلم إلى الأوسكار؟ شو تسوي هنا؟ غراب، شو فيك؟ فيك شيء؟ لا تقول لي غراب، كنت نايم، صحيت، فتحت الجوال، فتحت الواتساب ولقيت المملكة العربية السعودية ترشح فيلم أغنية الغراب لجائزة الأوسكار. يا ابن الحلال، أنا قاعد أنتظر الدعوة حقت الريد كاربت مهرجان البحر الأحمر، جاري تترشيح للأوسكار. شعور مرة عظيم، تشريف جدا عظيم. أنا بحلم. وبيقدم عاصم في أغنية الغراب دور البطولة وهو ناصر، شخص بسيط يعيش في عام 2002 في مدينة الرياض. ناصر فيه ورم في الدماغ، في صراع ما بينه وبين نفسه، هل هذا الورم لازم يروح؟ هل هذا الورم غير مؤثر فيه؟ ناصر عنده صديق اسمه أبو صقر. أبو صقر هو على قولتهم الصاحب الساحب، وعشان كده نقدر نقول إن أبو صقر هي الشخصية اللي قلبت كل الأحداث في القصة دي. ياهر العود كب معاه ما سعود. أختصر لك أبو صقر كلمتين: الصديق اللي نفسك يا رب وربنا يحرمنا من نصائحه، نصائحه كلها غلط. يعني ناصر اللي هو ناصر الغراب كان يبغى يصنع أغنية، وطبعا مين اللي قال له سوي أغنية؟ أبو صقر قال له أنت معجب في واحدة، حلها أنك تسوي لها أغنية وباسمها وتكتب لها. قال له طب مين حيكتبها؟ قال له أنت اكتبها. قال له مين حيغنيها؟ قال له أنا. أهلا بك في فندق الحمامة. وأكيد إن إبراهيم الخير الله ما كانش بيتوقع إن مشاركته الأولى في فيلم طويل تاخده الجائزة عالمية زي الأوسكار. إحنا الآن مجرد مرشحين، نتمنى يا رب أننا نصل إلى اللونج لست، وهي عادة في الأوسكار، يأخذ من كل دولة فيلم وبعدها يأخذ اللستة القائمة الطويلة وبعدها يأخذ القائمة القصيرة. شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. أما المخرج محمد السلمان فاعتبر أن الخبر ده هو بمثابة تكريم لكل طاقم العمل. هذا جاءنا الخبر من هيئة الأفلام، لأن في لجنة اختارت الفيلم. صراحة كثير أسعدنا، وأنا شخصياً يعني بقول هذا كثير، بس فعلاً أسعدني أن هذا كان تقدير رائع لجميع العاملين معايا في الفيلم. جميعهم قدموا أقصى حاجة، أقصى جهد ممكن في هذا الفيلم، لأن كان في كثير تحديات وتغلبنا عليها، وهذا الشيء فرحتهم فرحتني. تشيز يلا تشيز. أنت شاهد الحين وشعرك اللي مكذبين يا شمس الشموس.